محافظ صلاح الدين يطالب رئيس الوزراء بنقل ملف إدارة الصحة للحكومة المحلية لمنع انهيار المؤسسات الطبية بسبب الخلل الإداري والمالي. محافظ صلاح الدين يوجه بتوزيع عادل للكهرباء ويتفق مع أهالي المزرعة في بيجي على حماية السلم الأهلي والتعاون في إيصال الخدمات. مواطنون يشكون من ارتفاع أسعار الأدوية في صلاح الدين، ومسؤولو النفط ينفون وجود أزمة وقود ويدعون الأهالي لعدم التأثر بالإشاعات. مراقبون يحذرون من بقاء إرهابي داعش في السجون السورية ويطالبون بإعادتهم إلى بلدانهم الأصلية لمنع تحويلهم إلى قنابل متنقلة في المنطقة.